السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالفيديو هذا بدي أتكلم عن موضوع عن السامبا. السامبا هي فعليا اسمها سامبا بس هي ملهاش دخل يعني بالرقصة البرازيلية تبعت السامبا. السامبا مشتقة من الاس ام بي اللي هي سيرفر مسج بلوك. السامبا طبعا في لها خصائص كثيرة متعددة مثل فايل شيرينج، برينتر شيرينج. طبعا بيقوم مقام السامبا سيرفر بيقوم مقام الاكتف دايركتوري، وكمان طبعا كاكتف دايركتوري دومين كنترولر عذرا. وفي طبعا امور كثيرة بتختص بالسامبا، لكن يعني هاي ابرز الوظائف اللي بيقوم فيها السامبا. كيف بدك تعمل كونفيجريشن للسامبا؟ السامبا في عندك طبعا اللي هو عن طريق اللي هي الكونفيجريشن فايل اللي هو smb.conf. في ناس بيستخدموا اللي هو ويبمن اذا سمعت فيه، وفي كمان للسامبا اللي هو سوات تبعت السامبا خاصة كمان بالكونفيجريشن للسامبا. بالنسبة للاوبن الداب طبعا اذا قدرت تعمل خلينا نسميه انتجريشن ما بين السامبا والاوبن ال داب فهذا الشيء رائع جدا، لانه الاوبن ال داب بيضيف خصائص كثيره خاصه بالسكيورتي، بالجروبس، بالسكيما، بالبوليسيز، بالاشياء هاي. بيعطيك يعني خيارات متعدده علشان الشيرينج وعلشان اليوزرز يعني بشكل كامل. طبعا اكيد سامبا بدون دينانس بدون بايند يعني مش قادر اتخيل كيف راح تكون، يعني غير انها راح تكون يعني مش راح تشتغل، ما توقعش تشتغل الا اذا عملت فوروردنج لكل الدينانس تبعك. طبعا بالنسبة للبرنترز اكيد راح تستخدم كابس، فعلشان تعمل كونفيجريشن للبرنترز عندك على الشبكة راح تكلم كيف تعمل كونفيجريشن للكابس. وبالنسبة لللاما وبي اتش بي الداب ادمن فهم زي اوبن الداب، لكن هذول واجهات رسومية للاوبن الداب. كمان في اشياء كثير تعملها كونفيجريشن للسامبا، لكن يعني هاي الاشياء الرئيسية، لانه كمان ممكن انت ما هو السامبا هو عبارة عن برايمري اكتف دايركتوري دومين كنترولر للويندوز سيرفر وللينوكس سامبا سيرفرز. فبهاي الطريقة بتقدر تتحكم بالويندوز واللينوكس. بتقدر انت عن طريق المانجمنت تبع الويندوز الخاص بالاكتف دايركتوري انك تقوم بالعمليات هاي وتعمل كونفيجريشن للسامبا كمان، لكن على الاقل بده يكون معمول له البيسك كونفيجريشن عشان تقوم بهاي العملية. راح نبدأ طبعا بالبداية هون، راح ندخل على السيرفر ونعمل نشغل اللي هو ال DNS 172.20.20.115. طبعا في شغلة كثير مهمة لازم تعرفها، انه اكيد السيرفر لازم يكون له static IP address، وهنا طبعا هو ماخذ dynamic IP address. ندخل هون صراحة طبعا انا في يعني في موضوع كثير في باج موجودة بالسامبا. ليش؟ لاني عملت apt dash git install samba، وطبعا هون بحكي لك انه انا حاذف السامبا. سامبا وين بوينت. طيب هاي نعمل للسامبا اوكي. خلينا بما انه يعني يبدو اني حاذفها ما بعرف ايش السبب، لكن يعني هاي فرصة جميلة عشان يعني نعمل انستول للسامبا. انا ما اتوقع انه احنا بحاجه ان نعمل انستول للسامبا، لانه هو موجود السامبا وشغاله، واحنا شفنا انه في عندك هون بالاعلى في عندك ليكينج ميموري من السامبا، راح اورجيكم حاليا.
كيف نتخلص من هذا الموضوع. على كل حال الآن انتهى يعني عملية التثبيت، فلو حكيت له بام اوث ابديت باسورد سينكرونايزيشن بتحكي له اوكي، فهيك يعني بنتهي موضوع الليكينج للميموري. انا حاليا راح ادخل على اول شيء خلينا نتأكد انه انا عندي اللي هو البايند باين 9 DNS utils. طيب ما في مشكلة، هاي cd slash etc slash bind. طبعا هاي بالوضع الطبيعي اللي بكون عندك في الشبكة تبعتك. طبعا انت بحاجة للدي ان اس، ليش؟ علشان انت بتتعامل بالويندوز. مش هون على ولا هون طبعا. اشتغل الهاي، لكن انا بدي اورجيك شيء هون. لا قلنا هون بورجيك هون، شايفين نت بايوس اوفر تي سي بي اي بي انيبلد، نت بايوس اوفر تي سي بي اي بي بحاجه لدي ان اس. فاللي راح نعمله هو احنا راح نشغل الدي ان اس، تمام؟ بس يعني هذا هو كل اللي احنا راح نشتغله. ف اول شيء راح نعمل نانو لا اللي هي name d dot conf dot optional options. طبعا بتدخل على الاوبشنز. طبعا بس خلينا نتكلم على architecture او البناء تبع الدي ان اس. بالنسبه للبناء تبع الدي ان اس هو بناءه بسيط جدا، بناءه مش بسيط جدا، خلينا نحكي منظم. في عندك name d اللي هي نيم ديمن دوت كونف، كونفيجريشن تبع النيم ديمن اللي هي البايند، ديمون اللي هي اللي بتشتغل بالباك جراوند تبع النظام. في عنا النيم دوت كونف دوت لوكال، وفي عنا نيم دوت كونف دوت اوبشنز اللي راح ندخل عليه حاليا ونحكي له انه انا في عندي دي ان اس سيرفر اعمل فوروردنج، يعني بدي اشغله ككاشينج سيرفر. فانا كل اللي راح ادخل هون احكي له لما حدا تستلم من حدا اي دي ان اس ريكويست اعمل له فوروردنج لعند البرايمري دي ان اس سيرفر اللي هو الفاير وول تبعي اللي هو شغال. وبس يعني هاي هي كل اللي انت بتحتاجها. خلينا نعمل ريستارت او مش ريستارت، service bind restart. الان لو حكيت له dig، طبعا وين بدك تعمل dig؟ بدنا نطلب DNS من انفسنا، من السيرفر تبعنا. وخلينا ناخذ www.yahoo.com مثلا وبعطينا اياهم كلياتهم. خلينا نعمل مثلا وبعطينا كل الاشياء هاي. هاي خاص بال Free Software Foundation، وعندك هون بالاعلى اللي هم تبون yahoo.com، يعني ما معناته انه عندك DNS سيرفر شغال 100%. صار الان لو حكينا مره ثانيه، ثواني ما بياخذش اجزاء من الثانيه، يعني لو اجيت هون 9 ملي سكند، بينما لو طلعنا لفوق شوي شايفين الفرق بينهم؟
هون كان 9 ملي سكند، هون 9 ملي سكند، وفي الأعلى كان عبارة عن 449 ملي سكند. يعني صار لا يذكر ليش، لأنه بطلب من نفسه بس لحتى ما يطول لك البيانات ويعرض لك إياها على الشاشة. طيب الآن بدنا نغير من كاشينج سيرفر، من بس عبارة عن نظام بيقوم بعملية الكاشينج يعني تجميع البيانات لفترة معينة لحتى ما يصير الكاشينج غير فعال، لماستر دومين نيم سيرفر. في عندك ماستر، في عندك برايمري، في يعني في مجموعة من الهاي، لكن برايمري وسليف، برايمري وسكندري، ماستر وسليف، دومين نيم سيرفرز. بدنا نعمل نانو ل namedy.conf.local. وهون طبعا ببلش موضوع الزونز. كل ما بدك تشتغل على شغلة بدك تضيف زون معينة، فلو حكيت له هاي الزون هي عبارة عن local lab dot com و تفتح تحكي له انه شو هو التايب، تايب ماستر، انا المسؤول عن هاي الزون. بعدين بدي احكي له الفايل، الفايل هذا الفايل اللي احنا بدنا نخزن فيه البيانات. طبعا اكيد راح يكون على الاتسي او لا، راح يكون على سلاش اتسي سلاش بايند بايند. بعدين بدك تحكي له شو هو db.local .locallab.com. يعني هاي الdb الرئيسية. طبعا انت يعني هون انا بس بورجيك انه local lab local lab بس علشان يعني تعرف شو اللي قاعدين نشتغل عليه. واخر شيء بدك تنهي هاي الزون، تعمل له اكس يس. الان بدك تيجي تعمل يعني الان مش موجوده لوكال لاب دوت دي بي دوت لوكال لاب دوت كوم، غير موجوده. الان بدنا يعني ننتج واحد مثل هيك، فلكن احنا شو بنعمل، كوبي لوكال دي بي لوكال لا دي بي دوت لو. يعني زي ما احنا كتبناها db.locallab.com. بعدين بنحكي له نانو db.locallab.com. تيجي هون الان بدك تعمل configuration. خلينا اورجيكم شغله، بلاش ما نعمل هاي، بدنا نعمل vi. بوضح لكم يعني ببين لكم معلومات اجمل. ليش؟ لانه الفي اي بيعمل يعني بطريقه اخرى. فاول شيء بدك تحكي شو ستارت اوف اثوريتي. الستارت اوف اثوريتي مش لللوكال لاب، مش لوكال هوست، راح يكون لوكال لاب و دوت كوم. طبعا هون بدك تحكي له ايش ال سيرفر دوت لوكال لاب دوت كوم دوت. ليش الدوت بتيجي بالنهايه؟ لانه فعليا النيم سيرفرز بيشتغلوا بطريقه مختلفه عن الطريقه اللي احنا نعتقد انهم هم يعني هم ما بيشتغلوا من اليمين لليسار، هم بيشتغلوا من اليسار لليمين. بيبداوا من الدوت اللي هي بسموها الروت، بعدين الروت للكوم يعني الروت، بعدين الروت للكوم، بعدين الروت لللوكال لاب، بعدين بيدوروا على السيرفر داخل اللوكال لاب. يعني زي كأنه انت شغال بشجرة، بدايتها او الجذر تبعها دوت، بعدين الغصن او لا الساق اللي هو كوم، بعدين الغصن الرئيسي واحد من الاقسام الرئيسية اللي هو لوكال لاب، واحد من الافرع اللي هو السيرفر. هي يعني احسن طريقه عشان تعرف فيها كيف بيشتغل الدي ان اس. بالنسبه للسيريال، السيريال هنا غالبا
بيستخدموه بالطريقه هاي اللي هم يعني مثلا 2015 شهر احنا شهر 7 حد علمي شهر 7 تمام 7/7 يعني 07/07 01 هيك هم الوضع الطبيعي بيشتغلوا على هذا الموضوع قدرا. طبعا هيك بكل مرة بتعدل على هاي المعلومات بتضيف هنا 1 يعني مثلا بصيروا 2 بصيروا 3 بصيروا 4 لكن انت حطها 1. الان بدك تضيف بيانات، فاول شيء راح تضيفه عندك اللي هو النيم سيرفر، فانت بتحكي له اناس دوت لوكال لاب يعني نيم يعني هذا النيم سيرفر طبعا اكيد راح يكون اللي هو الاي بي ادرس تبع السيرفر هذا تبعنا. راح تصير عندنا مشكله ليش؟ لانه ما في عندنا ما في عندنا اللي هو اي بي ادرس، فعشان هيك لازم نغير هذا الموضوع. ف خلينا نعمل ستاتيك اي بي ادرس اللي هو 35 و بس اتوقع. خلينا نضيف شيء ثاني، انا اتوقع انه هيك يعني مثلا بنقدر نضيف اللي هو نعمل اي و نضيف مثلا نضيف اللي هو ويندوز مثلا اكس بي ونحكي له انه هذا A، هذا عبارة عن 172 2020، بدنا نحكي له انه هذا 14. نقدر نعمل هون عبارة عن مثلا بين تيست، بعدين نحكي له N، نحكي له CNAME مثلا اذا بدي يعني بصير اقدر اتكلم عنه عن طريق ويندوز اكس بي اوبن تيست اللي هو بصير عندك وين اكس بي دوت لوكال لاب دوت كوم طبعا دوت في النهاية. شو كمان بدنا نضيف؟ ويندوز 7 فبتحكي له وين 7 ان A record. طبعا بالنسبة هاي هذا هو name server. بالنسبة لل A يعني A record يعني عبارة عن IP address، فأنا بحكي 172.20.20.12. تقدر تحط له C name عادي ما في مشكلة. يعني مثلا لو كان عنا خلينا نشيل بدنا نحط هذا عبارة عن خلينا نعمل شو او لا خلص وين 7. انا كنت بدي احكي يعني مثلا في بعض الجامعات بيكون لازم تحط www.university.com، غير هيك ما بتطلع لك الجامعة. يعني لو حطيت university.com ما بتطلع، فانت بتقدر بكل سهولة تحط سينام بنتهي الموضوع تبعك. بتوقع هيك كل شيء، بس بيبقى عنا شيء أخير اللي هو عملية إضافة ال يعني نضيف ال اللهم صل على سيدنا محمد نضيف ال IP address. بس خلينا نشيك على المواضيع اللي عنا. في عندك اول شيء اللي هو start of authority، في عنا ال name server
وفي عنا بس هنا تنسوش ان نحط ايش انس، فهاي الانس تبعنا. بتوقع هيك كل ال كل الاشياء اللي احنا بنحتاجها. بقى انك تعمل WQ وتعمل قبل ما نعمل ريستارت، خلينا نيجي هون نحكي له نانو نتورك، بعدين نحكي له انترفيسز. شايفين هون ما في عندي اي انترفيس، فكل اللي راح اعمله راح احول هذا لستاتيك. بعدين بدي احكي له ادرس 172.20.20.30.35، نحكي له نتورك تبعك اللي هي 72.20.20.0. اذا حبيت تحط براودكاست 72 كمان بتقدر تحط اللي هي نت ماسك اللي هو DNS نيم سيرفرز 172.20.20.1. تنسوش الجيتوي راح يكون عندك 172.20.20.1. ايش كمان بحاجة هنا؟ بتوقع هاي يعني معظم الاشياء اللي احنا بنحتاجها يعني لموضوع ال في اشي السيرش تتوقع لازم نضيفه على كل حال. طيب ماشي، خلينا طيب خلينا نعمل الحركة هاي اللي هي if down if and if up eth and exit and exit. طيب خلينا نعمل كنترول سي او لا ما في داعي، خلينا نعمل هيك ونعمل كلوز، نعمل SSH سيرفر at 172.20.20.35. اللي هي البام كانت عندي ميموري ليكينج، بتلاحظ هسه ما في عندي ميموري ليكينج. لو حكيت له هو ف لسه في عندي روت وفي عندي لسه شابك على الهاي، ما في مشكله بتقدر تحذفه، بس يعني ما راح ياثر عليك. اللي هو انت بعدك عامل لوج اير مع اني عملت له اكزيت من ال من الكونسول مرة ثانية. على كل حال الآن بدنا نحكي له السيرفيس بايند ريستارت. بهاي الحالة يعني بتكون انت عملت كونفيجريشن. لو حكيت له الآن لو نرجع نعمل ديج وخلينا ناخذ اللي هو وين xp دوت جميل. حتى بتقدر تعمله بينج
ل 17220 اكيد راح تقدر تعمل له بينج، لكن بهمنا هون طبعا مين المسؤول. المسؤول هو هاي مين الاثوريتي سيكشن، مين المسؤول عن الاثوريتي، انتو شايفين هون. شو كمان لو اجيت هون وحكيت له ويندوز 7 فانتو شايفين انه 12 فعلا ويندوز 7 12. لو اجيت هون انتو شايفين 12. واخر شيء رح نعمله اللي هو لو عملنا له بينج بفشل صح؟ يعني لو عملت بينج للويندوز 7 او الهاي راح يفشل. ليش؟ السبب بسيط جدا، لانك انت فعليا هون لو رجعت هون سوري لو رجعنا هون مين ال DNS سيرفر اللي احنا بنتكلم معه؟ طبعا راح يكون هاي راح يكون اللي هو الفايرول. الفايرول ما بيعرف عن ويندوز 7.localhab.com او ويندوز xp.localhab.com. يعني لو ارجيكو بديش اعمل بينج ليش؟ عشان ما يعمل كاشينج عندي، ما يعمل كاش لل ما يعمل كاش للاي بي ادرس. ما في مشكلة، خلينا نعمل بينج. احنا عملنا قبل شوية ديج، فخلينا نيجي نعمل بينج. طبعا انت شايف فشلت العملية. ليش؟ لانه تكلم مع الفايروول. لما نعمل ديج احنا بنحدد ايش اللي نعمل ديج، يعني وين نبحث، وين الدومين او السكوب تبع البحث تبعنا. فانا عملت ديج على هاي فطلع لي انه هاي الاي بي ادرس، بس لما عملت بينج ل يعني لهوست فهو رفض، لانه فعليا هو الفاير وول اللي حكى معه. يعني راح حكى مع الفاير وول قال له بتعرف ويندوز 7.localhab.com؟ حكى له انا ما بعرفش، لانه في عندك هون اللي هي الدي ان اس نيم سيرفر، فلازم احكي له الدي ان اس نيم سيرفر اللي هم انا نفسي. يعني انا بدي اتكلم مع نفسي دوت 1 واحكي له الجيت واي نفس الجيت واي. لكن هنا احنا بنضيف شغله اللي هي دي ان اس سيرش دومين، سيرش اللي هو لوكال لاب دوت كوم. شو بفيدنا السيرش دومين؟ بدل ما اكتب يعني بصير اقدر اعمل بينج بس بالاسم الاول. اذا انا كنت داخل سيرش دومين ففيش داعي اكمل هاي كلياتها. طيب نعمل اف اب اف داون، بس خلينا نحذف هذول. نجرب حاليا. لا طيب خلينا نجرب echo name server 127.0.0.1. خلينا نعمل t، خلينا نعمل slash dev null طبعا لا جرب. جميلة. فطبعا مشت الامور. طب نجرب نعمل بس بينج ل 7 يعني بدون ما نكمل الهاي. طبعا فشلت، ما يعني مرات في امور ما بتكون ماشي معك 100% يعني.
بس يفضل بهاي الحالة انك تعمل ريستارت للجهاز بشكل كامل. طيب لو عملنا ويندوز اكس بي كمان مباشر تعرف عليه. هيك انت بتكون عملت فول كونفيجريشن لل هاي بدون ما تعمل حتى ريبوت. طيب علشان تعمل سامبا افكتيف مع الدي ان اس سيرفر في اشي اسمه ريفيرس لوك اب زون. يعني احنا حاليا في يعني هنحكي اشياء تاريخيه عندنا بالعالم الاي تي، مثلا ليش انت تقدرش تعمل اكثر من 4 برايمري بارتيشن على الهارد ديسك درايف مثلا؟ ليش؟ لانه هاي شيء تاريخي، من لما صنعوا الهارد ديسك درايف قالوا مستحيل يعني واحد يحتاج اكثر من 4 فعملوهن 4 برايمري، بعدين لما احتاجوا اكثر من 4 عمروا اللوجيكال بارتيشنز. فانا راح ادخل حاليا على البايند ونعمل الاس ونتفرج. الان في عندك هذول الزونز، لكن انت بحاجه لشيء اسمه ريفرس لوك اب. فاللي راح نعمله هو التالي، راح نعمل في اي لا النيم دي دوت كونف دوت لوكال دوت لوكال. تلاحظ هنا انه ما فيش عندك غير بس الزون اللي وضعناه بالاول، بس خلينا بعدين بدك تحط زون ثانيه، بس هاي الزون بتختلف عن بقيه الزونز اللي هي راح تكون انا عندي الاي بي ادرس 172.20.20.35، فانا راح ابدا بالعكس 20.20.170.72 زي كانك هاي. الان هاي بغض النظر ايش بدك تسميها، لكن هذا الاسم اللي بده يكون مثلا او دوت 4 مثلا. بعدين انت بتيجي هون تفتح القوس هاد تبعك اللي هو هاي اللي هي برمجة الدي ان اس، طبعا ماستر انت المسؤول عن هاي الزون، وبعدين بدك تحكي له نوتيفاي نو، بعدين بدك تحكي له شو الفايل اللي بيحمل او بيحتوي بيانات هاي الزون. فهو /bind/ الان الدي بي، طبعا هاي الدي بي لازم تكون نفس الاسم اللي انت بدك تستخدمه اللي هي 172.20.20.4. طبعا هذا الاسم ما له دخل بالمعلومات اللي انت بتقدمها، لكن لازم يكون مطابق للاسم تبع الملف اللي انت بتخزن فيه المعلومات. بس هاي هي كل المعلومات اللي انت بتحتاجها. بعدين بتعمل اكس سوري بتعمل دبليو كيو. بعدين هنا بدك تعمل زون بالاسم اللي انت يعني حطيته، لكن راح بس لاني خايف انه ممكن يكون في يعني شيء متعلق بالاسماء هاي، فبدي ارجع هون واتاكد انه يعني كل شيء زي ما هو مطلوب. هذا الاسم لازم يكون هيك ان ادرس دوت 4، هون طبعا مش شيء مهم، المهم دي بي دوت اسم معين. فخلينا ناخذ الدي بي دوت اسم هون كوبي، وبدي اعمل هنا كويت، بعدين بدي اعمل كوبي دي بي دوت 172 ل ال، بعدين بدي احكي له نانو دي بي دوت 172.4. وهنا بدي خلينا نرجع نشتغل على الفي اي علشان يورجينا كل شيء. طبعا الان بدك يعني تعبي المعلومات، لكن طريقة ملء المعلومات هون بتختلف مش زي المرة الماضية. فمثلا خلينا نيجي هون، اول شيء عندك نفس الشيء هون start of authority اكيد لازم تكون ماشي. خلينا نعمل .lab.com طبعا localab.com، بعدين بدل root احنا في عنا شو server.localab.com
هون طبعا السيريال تنساش، السيريال بيوضح انه صار في تحديث على البيانات، يعني انا لازم اعمل ريفرش لبياناتي كدي ان اس سيرفر ولا لا. 0707.1 بس علشان يعني مش هالشيء معين دوت 5، يعني اذا بتتخربط مع الداتابيس الثانيه، اذا انت شاعر انه في شيء غلط هون عادي غيرها ما في مشكله، لكن انت المره الجايه بدك تحط 06070809. هون عندك يعني الاناس اللي هو النيم سيرفر، تنساش انه في هون عندك lab.com. تنساش انه في عندك anas.localab.com واللي هو 3035. وفي عندك بعد ما تنهي هذا في عنا اللي هو 12 اللي هو n واللي هو طبعا btr، هاي الطريقة اللي بتعمل فيها ريفيرس لوك اب اللي هو win7.localab.com. وفي عندك اللي هو 14 اللي هو طبعا n، في عندك n وفي عنا btr وفي عنا winxp.localab.com ودوت. هيك بتوقع انه كل الامور اللي خاصة بال يعني بال بدي ان اس، بعرفش هذا الجرس صار يعمل لي يعني نوع من القلق. طبعا الان بدك تيجي تحكي له اللي هو ريستارت، بدك تعمل ريستارت للبايند سيرفر. وين ريستارت؟ طيب هاي ريستارت. الان كل اللي راح اعمله راح احكي له هوست. بالعكس مش بالاول كنا نشتغل على الديج ات كذا ونطلع الاي بي ادرس، الان بتحكي له 172.21.12، فشايفين ويندوز 7. لكن لو حكيت له الان 14 مباشره اعطاك ويندوز اكس بي، لو حكيت له دوت 3035 بطلع لي الانس اللي هو النيم سيرفر تبع هاي. هيك انت بتكون عملت كل الكونفيجريشن اللي انت بتحتاجه عشان تشغل السامبا سيرفر، وما ان شاء الله ما تواجه اي مشكله. شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.